استدعى أبناء إدارة جامعة الأزهر قوات الشرطة للاستعانة بهم لحماية فرع جامعة الأزهر بنات الذي يشهد أعمال عنف من قبل طلاب ينتمون لتنظيم الإخوان. وقال اللواء مجدي عباس مدير أمن جامعة الأزهر إنه تم الاتصال بالشرطة لحماية جامعة الأزهر وموظفيها وأعضاء التدريس بها والأفراد وأفراد الأمن الإداري من عنف الطلاب الذين ينتمون لتنظيم الإخوان أمام فرع بنات الأزهر المطل على شارع يوسف عباس بعد قيامهم باقتحام فرع الطالبات بعد الاعتداء على أفراد الأمن الإداري، حيث حاصر الطالبات ينتمين لتنظيم الإخوان بجامعة الأزهر المبنى الإداري للجامعة بعد دخولهن من باب كلية الزراعة بنين المجاور لسور جامعة الأزهر فرع البنات. لمزيد من التفاصيل بينضم لنا الدكتور أحمد زارع المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر. أهلا وسهلا بك يا فندم معنا في الحلقة. أهلا بك يا محمد. أهلا وسهلا يا فندم. طمنا يا فندم على وضع الجامعة، يعني الجامعة بين يوم وآخر يعني تحدث هذه الاضطرابات داخل الجامعة، طمنا يا فندم على وضع الجامعة الآن. هو هذه الأمور تعودنا عليها في هذه الفترة بالذات. تعودتم عليها خلاص. لكن اللي كان النهاردة المتغير الشديد يعني أن الطالبات حاولنا إغلاق الجامعة في الصباح، وفعلا اعتدوا على الأمن في كشك الأمن اللي هو في بره الجامعة في كلية البنات، وتم تحطيم هذا الكشك واعتداء على بعض العاملين في الأمن. نعم. وجاري اتخاذ إجراءات معهم يعني، ولاحظ أن هناك بعض الغرباء كانوا معهم، فطبعا ده أبقى ترك أثر يعني، وبعض اتجهوا من البلد إلى دورة الجامعة كما ذكرتم، لكن نعطي الحمد لله الأمور هدأت وليس هناك على الإطلاق في أي مجال. أولا يا فندم يعني وجود غرباء، يعني خلينا أقف عند هذه النقطة. في طبعا لا شك يعني كل مرة بيحصل بنلاقي في الأسف غرباء من أبناء غير أبناء الجامعة، بنلاقي ناس دخلاء من جامعات أخرى أو من أماكن أخرى. أولا بتتعاملوا مع الغرباء إزاي؟ وثانيا الإجراءات اللي حضرتك قلت هتتخذوها ضدهم. هو طبعا لأي طالب يخرج عن تقاليده الجامعة بيتم تحويله طبعا لمجلس التأديب واتخاذ الإجراء المناسب حسب طبيعة دوره. نعم. والآخرين طبعا بيبقى ذكر طلاب طبعا بيتم توجيه رسالة إلى الجامعة التي الذين أتوا منها يعني، أو إذا كان خارج الجامعة من المشترك الجامعي يعني طبعا بيتم توجيه الشرطة. فده بالامور طبعا صارمه لا يدوس فيها على الاطلاق، لان تكرار مثل هذه الحوادث طبعا بيسيء للجامعه وبيسيء لطلاب الجامعه وبيعمل نوع من الارتباك في العمليه التعليميه، لكن الحمد لله رب العالمين، رغم طبعا ان قامت برضه مظاهره النهارده في منطقه الدراسه في كليات الدراسه، كان الاف الطاولات برضه في الحرم الجامعي، لكن لم يحدث هناك اي اشتباك او اي احتكاك او اي تخريب. بصفه عامه الامور هادئه الان الحمد لله، ولكن طبعا اي انسان ارتكب جرما او خرج عن الحدود الجامعيه والاخلاق الجامعيه سيتم تقديمه ان شاء الله لمجالس التأديب كما حدث مع بعض الناس بعض الطلاب سابقا يعني، وحيتم اتخاذ اجراءات صارمه ضد هؤلاء الطلاب. نعم. طيب تتهاون على الاطلاق. هل في اصابات حصلت النهارده يا فندم؟ نعم. يعني هل في اصابات حصلت النهارده؟ احنا سمعنا ان في طالبه تم تمزيق ملابسها على البوابه من قبل الطالبات الاخوان. لا هو في حصل تدافع الطالبات مع بعض، حصل تقريبا 5 طلبات وشن اصابات يعني خفيفه وليست اصابات غيرها يعني اصابات بسيطه من بعض الطلبات نتيجه التدافع اللي حدث من بعضهم البعض يعني، لكن الحمد لله لم تحدث اصابات بالغه. هو الامر نوعا ما ممكن يكون يعني حتى مش مقبول ولكن ممكن يتقبل من قبل الطلاب، ولكن بالنسبه للطالبات يعني امر نوعا ما يعني يدعو للاسف، ولكن يعني نعم تفضل يا فندم. هو مرفوض طبعا من الطلاب والطالبات اي خروج على اخلاق الجامعه وتقاليد الجامعه واي تظاهر يعطل العمليات التعليميه، هذا مرفوض تماما، مرفوض ربطا باتا. دي امور اصبحت دلوقتي مستهجنه من غالبيه طلاب الجامعه، خاصه ان الطلاب بداوا يستعدوا للامتحانات، امتحانات على وشك الاقتراب يعني، وفي بعض الكليات ما زالت بتعمل امتحانات نصفيه، فهذا امر مفروض يعني الطلاب معظم الطلاب ينتظروا في دراستهم وكله بيحاول جاهدا ان يجمع ويحصل العلم، وعلمائنا ما زالوا في ادوا دورهم على اكمل ما يكون. الامتحانات يا فندم، الامتحانات بمشيئه الله هتبدا امتى يا فندم؟ ان شاء الله هتبدا 29/12 بامر الله تعالى. 29/12 ده بدايه العام الدراسي؟ الامتحانات النهائيه، لكن قبلها هيبدا امتحانات تخلفات. الامتحانات. طيب انا عايز اطمن يا فندم نهايه في السؤال الاخير على العمليه التعليميه، هل هي منتظمه الان ولا معلقه؟ لا العمليه التعليميه منتظمه على اكمل ما يكون،
انا لسه قادم من كليه الان، وكنت بقدم محاضرتين اثنين، والطلاب عن فتره تقريبا كلهم حاضرين، وما شاء الله كل الجامعه منتظمه تماما، الا هم الا القيمه اللي بتخرج كما تعودنا منهم، وبتعود بعد ذلك لتنفض. ولكن طبعا لم يحدث هذا اي تاثير على الاطلاق للعمل التعليمي، العمل التعليمي ماشي كما ينبغي وكما هو مخطط له. احنا بنتمنى يا فندم، بنتمنى يكون في حل جذري للعنف اللي موجود داخل الجامعات واللي يعني تابعناه في الفتره الماضيه. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد زارع المتحدث الرسمي باسم جامعه الازهر، مستمرين مع حضراتكم في الحياه الان، ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا.